السلام عليكم منصة الساحل، وش حالكم؟ ياك لباس، ياك الخير، ياك العافية. وش حالكم كاولي اللي زين حالنا وحالكم؟ مبارك العيد علينا وعليكم، دخلوا علينا وعليكم بالخير والسلامة، وطلعوا الدار رجعوا حشمة المحاسيد إن شاء الله. هذا والدي عالي والعيلة، حياة عالي والعيلة، راهو كان مع الحبيبي يعرفه ولا عاد لي صنتلي. عنده لاقب مراقبين وبيه غير، والله أنا قالوا لي الحبيبي غير ما ضبطت، حتى هو من ضحايا السجن الرشي. قصته وقع خبر فيها الحبيب مني أنا حق، وذاك بعد الأثار اللي ترعوا فيه في راسه وجسمه كامل طايب، لا من التعذيب والفضل كامل الحمد لله اللي علمنا به الله والفريس. ما نحنا منين نقولوا لك الساعة انت بابا ومالك جلدك في الحمانة تسمى لا يقول منه الدم والقيح، وذاك يقول لنا يا ولادي ذا لابل الزكراء حق. لا العام الماضي ما قبل الماضي ماني عارفة منين نرسل دفريس لكلاوديوات تسمي فيهم الرجال اللي كانوا معاه، سماه هو الله يرحمه ان شاء الله. والله خبر بعد فيه ولا فريس مني انا ها نختار واحد ما قد يقتنع ويستر على قيادة معدل يشوف يا كانوا زادي قد يقتنع هذا الراجل اللي قال له علالي ولا علي وخيرت مقاتل ومجروح ونقبض المزرق في الرشيد وراء هذا الله كان نموذج، أما هذا ما هو واحد ولا هو اثنين ولا هم مية، ذا هي صورته وذا هو اللي يعدله مجروح وكان مقاتل وقبضوه وزرقوه في الرشيد وعدلوا اللذوم رغم ما يتمه السليل مات. هذا هو هذا هذا هو هذا هو هذا هو اللي يعطي ينشحد، هذا هو اللي يستر عليه بيكم صابلكم بيكم اللي ظهورتكم ما فيهم الكي، ولا انكم محورين بالنيران ولسنتكم طوال وتلوذوا قاع الشي ثاني، هو الناس يزاها تسلك انفسه وانتم تلوذوا تبحثوا عن رواية كانت تسترزقوا منها. مرحبا بكم سهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة في منبر الساقية والذهب 84-18، والله إلا رافدين كف الدراعة إلى العلي القدير الذي لا تخفى عليه خافية. الله رجل لهم من عند الله تبارك وتعالى اللي عدل شي كامل خاسر في ذيك الأبرياء وفي ذيك الناس اللي خلات أبواتها وأماتها وخلات عائلاتها وخلات الغالي عليها وقيمت قايسة لا هدف بنية صادقة. الله رجي لهم من عند مولانا اللي كامل عدل شي خاسر في ذيك الناس الأبرياء. الله رجي لهم من عند مولانا يعجل عليه يعجل عليه قضاء الله في الدنيا سابق الآخرة، موال ذاك اللي قدامه ولا ما اشتكى على حد ما اشتكى على حد. والله إلا رانا متضامنين مع ذي الناس كامل اللي معدل هذا، ورانا والله ما لنا ضد أهل الصحراء ولا لنا قايلين فيها شي خاسر، ونعرفوا عنها مدة صالحة ومشات بنية صادقة غير واجعة ما جبرت قدامها ما هو ش ش ش ش شو من الجبابرة اللي في الحقيقة نيتهم كانت ما هي صادقة، وراه 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 والثمن يخلصوه آجل غير عاجل. راهي الناس تدعي الليل والنهار ما اشتكاوا على حد، واللي سمع ذا يدعي، واللي أنين في الظلمات اللي الله تبارك وتعالى ما 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 يرد دعوة المظلوم ما اشتكى ولا حد ما اشتكى ولا حد ما اشتكى ولا حد. طالب انا من عيالنا وطالب من قياتنا الى انها اتنعتنا بالروثات ها والموت اللي مكتلوا منين عايدين، هذا هو اللي ندوره. وطالبين من الاعيان احنا يا طالبين من الاعيان هم اللي قد يعودوا بوجههم وموجهينهم على ذي القيادة عدلوا من الحال اللي نعتلنا بالروثاتنا، نعرفوهم ونزوروهم ونحيوا مقابرهم، هذا هو اللي ندوره منهم. ورانا هم اللي
ما ننسى وعلنا ندور ناس مفقودة ما انجبرت حية ولا ميتة وقطعا عنها قبضتها ذيك القيادة اللي هي اللجنة التنفيذية. هذيك ذوك المفقودين هم اللي ندور بما فيهم ذوك الإشاشرة الإشاشرة. أنا ما أتصور عن مسلم مولانا يقد يقتل الإشاشرة عندهم مثل تعمان يطلس عليهم الرصاص ويقتلهم. ذهل لأنهم لا مزالوا حيين معطيين شيء من ذا العالم باغينهم ويجون البليد اللي هم فيهم ينعتن ومنين عايدين وباغينهم ومطالبين بهم يرجع لأهلهم يعوضن والديهم ذلهم ماتوا ظلما وعدوانا. هذو الإشاشرة ندوروهم وندوروا المفقودين كاملين ولهم حدهم معاهم رجال ومعاهم نساء. هذا هو اللي ندوره موجهين هم اللي احنا مرة ثانية عيالنا يتقناه كاملين ويطالبون بتنعات ذوك الموت اللي قتلت فيه القيادة ومطالبينهم بمفقودين يعرفون لهم شيء ولا تلين ساكتين عن شيء مثلا ما معاولنا حد فيه. صبرنا باش ما نظهروا للعالم ذا اللي حاسين به. كنا قايلين عندك قيادة لا يتعاون معانا وإنه لا يتفهمنا عاقب ذاك اللي عدلتنا من شراخي وعدلت لها الصحراء كاملة راهي ما خارج شريحة من شريحة قبلها للصحراء ما امتست وماتوا أولادهم وانسجنوا. ضرك سوى علينا حد نعتنا ذا الطلب اللي عندنا من هذو الأعياء اللي بوجاههم عند القيادة وملي موجهينها موجهينهم عليها من جديد باغين مطالبين روثات أولادنا وأخوتنا ينعتنا من المردومين وطالبين المفقودين أنهم يرجعوا والله ينتعتنا بالمقابر. هذا هو مطالب هذا هو طلبنا. بغينا الصلح ولودنا له ولا رأيناه ولودنا له ولا رأيناه. في التالي عادوا من سير روس منين عودوا طالبوا ذا المطالب يقولوا هذوك شيء من المخابرات هذوك شيء من الخونة. هذا هو المكافات هذه هي المكافات هذوك خونة هذوك شيء من المندسين ويعبوا الشعب ويمشوا الناس ويوجهوا الناس باش تم تسمعنا ذا في قربات ويقولوا لنا في كل بليد هذا كلا الخوانة وهو كلا المندسين وهذا علاه أن طالبنا أولادنا الميتين علاه أن طالبنا بمناتنا الميتين علاه أن طالبنا بالناس المفقودة أنها ترجع لنا ويلوذ لها وتقنعنا الناس كانوا ميتين والله حيين. هذا هو علاه أن نملي من جديد ندسينا وعدنا نملي شي من المخابرات وشي من الخوانة هو ردودنا ضرك شنهم لا ردودنا يا كان الصبر يتم متوارين احنا من نهار نسجلنا نهارنا الاول كيف طلعوا الخر الى اليوم هذا. والله القيادة هي اللي قالتها تصبر هي اللي تقود وهي اللي قالتها تصبر وهي المتسجسة منين نهارها الاول اللي كنت تلقاش واحد تعرف عن عنده عواقب ولا بده تطلع النهار اللي حورت واحدين بالنيران تعرف عن عندها عواقب ولا ودها تطلع ولا تنهارهم اللي فقدوا بعض كتلوا ذوك الإشاشرة والله شاو بيهم والله مفقودين والله معهم نينجس ياسهم يعرفوا عن ذي الإشاشرة اللي يسول عنهم ولا ود من حدنا عتبل جثث بوهم ممهم. هذا يا قيادة كانت قيادة عاقلة تحسب على ذا به اللي جاي يوما ما يوما ما له ينتعتوا ذوك 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 المقابر اللي ولهم مقابر عندي عنهم اللام مزروقين في الحفر والله فاش ذوك العظيمات نبغوا نشوفوهم عظام ذوك الإشاشة نبغوا نفاصلهم ونشوفوهم ولهم داردي وباتهم وماتهم. سلم عليكم كاملين وجزاكم الله خير تمولوا كلمة حق قيادة مدينة لها ليد ايد 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 الصلح وايد السلام واللاز تم تجبر في الشعب وتوجه على ان ذوك راهم لا شي من المندسين وشي من المخابرات وشي من المجرمين
وش احنا رايت ما اثنين عارفين المجرم يا كان هذا اللي مشيع عنه مخابر، والله المجرم هذا اللي يقتل يشاشر والتركه والعليات وارواق يحورهم بالنيران. مرحبا بكم وسهلا، هذا ما نبغى نقولوا ذا الكلام يغار تفرضوا علينا نقولوه، خلنا لا نسكتوا وانتم ما اللي خايفكم الا انتم، احنا ساكتين وانتم لا تستفزونا بعد من الكلام اللي ما هو مقبول. والبرطاجة في الجروبات لا تزيدنا شرارة. هون يوجه وروق يجو عبا وروق جبرية يقول لهم قولوا قولوا وعاونوا من كل حد وقولوا عدلوا عدلوا وزرقوا زرقنا وزرقوا كذا. يا غالي ذاك ما هو عدل، الظالم ما يعينه مولانا، والله هم اللي ما يعين اللي عينه، الظالم ما يعينه مولانا، والله هم اللي لا يعين اللي عينه ويجرب. مرحبا بكم وسهلا وأهلا. كرهونا في الصحراء وكرهونا في شعبنا وكرهونا في مواطنينا وشينوا أخلاقنا وعدلوا لنا الشرويخي من الحقرة ومن الظلم ومن البط وبالكيب النيران. ويعلم مولانا اللي مسوا كرامتنا العات اللي عندنا، رانا موكلين عليهم الله ووكل عليهم كاملين الله. وذا العدل كرهونا في الشعب وكرهونا في الثورة وكرهونا في الدولة، وعف الدولة العاد في هذا النوع من الرويجة. طالبين حنا مولانا العاد لا يجيب استقلال، الله لجات على راسه وبعد، والله فرحت هاي القيادة العدل ورانا قايلينها لأهل الصحراء كاملين من المعاد، يسوى في المناطق المحتلة ويسوى في اللوجو ويسوى في العالم بيسره. هاي القيادة لجات على راس الشعب ودخلت ذيك المنطقة أخاركم الله، ما الله تعيطوا لإسرائيل وتعيطوا للمغرب وتعيطوا لأي دولة منسوخة تحتلكم عن هاي القيادة. رأينا ناصحينكم لله للجموع والعادة كذب، رأوا يتخلص من الله. هاي القيادة خير منها الذياب وخير منها اليهود وخير منها ألمانيا النازية. مرحبا بكم وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله، ساقي الحمراء واد الذهب. مرحبا بكم سهلا وهلا، مرحبا بالمتدخلين التاليين، مرحبا بعمر والأحمد ومرحبا بعبد الله والشيخات. أصل مرحبا بكم سهلا وهلا، والله إلا صابركم إلى اللي رفضتوا الظلم ورفضتوا الجرم ورفضتوا هذا اللي عدلت القيادة كاملة. هذا اللي عنوان شوي اللي على ظهر علالي والعلية، والله إلا الرحمة والله إلا وخير. وأنا قاعد ما كنت جاي لعنفهم اللي نجي تفرشي هذا علالي، حد يعرفه شاف ذا الطايل، والله إذا إنه يبكي إلى عاد اللي مسلم ولال. هذا ظلما وعدوانا ومجروح، ما نعرف كم مجرح بالشتة قايمته في الحرب، وعدلها العدو وشوفوا شو عدلت الوداء قيادة الرشيدة قيادة صديق، شوفوا ايش عدلت يا اخوتي حد مازال يستر عليها ويقول على انها قيادة ويقول على انها مجرمة، انها لا يتعدلوا شيء. راهو غالط راهو غالط راهو غالط.